وتهمني انني انني كنت كنتكلم. شكون اول واحد دار التصريح؟ اجي شكون اول واحد دار الندوه الصحفيه؟ لا الوكيل العام. انت القضيه ديال عفاف برناني هما كانوا حاضرين. الخبره انتوما. لا الخبره ديال انتوما. انتوما شنو؟ يومين تصريحات. اياه. بديل. هذا هو المشكل. ولكن التصريحات للاسف لم تكن صريحه. من طرفكم. من طرفكم انتوما. ابدا. انتوما قلت لهم الفيديو كاع ما كاينش. واي ما كاينينش. ما كاينينش. وهذا شكون هذا؟ ثبت ما كاينينش دابا. ثبت ما كاينينش. ياك. او ثبت. شوف الاخوان. هذا الفيديو قال لك ما كاينينش. اوهو قال لك ما كاينينش. واش عرفت قال بوعشرين في التصريحات ولا ما عرفت شنو قال؟ شكون هذا؟ المحضر تاع اول جلسه انا استمعوا له. قال لهم بالضبط نعطيك قال لهم انا جاو خداو هاد الناس خداو صور تاع وجهي وجه اللي يجيو عندي وداروا مونتاج راه كيف المحضره هذا جوج مرات قالها ايوا ماشي ما قالش ما كانش قال خداو الصور وداروا المونتاج وبذلك فان الفيديو مفبرك ايوا هادشي اللي قالوه هو العبره بالقول كيف المحضر نجيب لك انا التصريح ديالو عندي وخرته غير البارح كنت كنراجع محضر جلسه اياك دابا هادشي اللي ترفعوا به هذه الحقيقه لما انتم كنت تبعوكم شي يقول الرضائيه شي يقول ما كاينش شي يقول كاين مزور شي يقول هو راجل حلاوي دابا كل المحامي تاعو على كل واحد يطرح حنا عندنا واحد تصريحاته غنناقشوا سمعتكم واحد دخل يما الحبس وخليو بابا تماك طحنوا بابا هو راه طحن الضحايا وراه باش يكتب اش جاب الكتبه هذيك الله وخا يكتب يكتب حتى اللاعب الجاي شكون قال له ما تكتبش راه باقي يكتب الله يعاوني كتب على كتبه بغيتي تدخلوا هذه بهذه الجاي مشيتش ان شاء الله الضحايا شكون مخدوم انت هما تنجاوبك في الفيديو مخدوم تنجاوبك كلشي مخدوم تنجاوبك في القاع نجاوبك هنا لان انت بغيتي تعرف شنو تحت راسي باش تحت راسك انت اش غتقولوا واه وقال لي تقال قلت له في الصحافه قبل ما تقول في القاعه كاين ماشي هو ماشي هو لا لا ما تخافش لا ما تخافش لا موجود هو قال لك الصوره ديالي وجهي وجه البنات اللي يجوا عندي ولو كور ماشي ديالي هذا قول ونحاسبوا على قول دونك الطونونوس كاينه كيفاش طونونوس طونونوس هذاك ملي كتزومي اي التليفون كتزومي تقرب يدك تبان لك كبيره شنو كيبان كبير اي حاجه حتى يدك ديرها قدام تزومي كتبان لك كبيره هذه معروفه هذه باب اي واحد شكون اللي كان كيزومي شكون شكون اللي كان كيزومي كيتمشى هو انا يتمشى وقرب للكاميرا ملي يقرب الكاميرا بان لها كبير حدا ملي كيقرب الكاميرا مخرج ماشي كيما من بعيد باخ مخرج سينمائي هذا خصك سينمائي هذا انسان ساذج دري صغير عنده ربع سنين زلق أيوة. ما يعرف هادشي واو كيبعد باش يزومي باش يخبط الصور هادشي عندك خصك ذكاء السوشيال وانتم دابا اللي جيتوا تفهموا في التصاور وكيفاش بيكسات كلشي كلشي مقلوب عندك الحمد لله المهم غير الحقيقه المهم ظهرت وغتاكد المشكل انا باش اللي ارتحت له هو انكم انتم اقتنعتوا باللي هو وباللي داير لدرجه بقيتوا